أمير المؤمنين في هذه الليلة يلتفت إلى الحسن والحسين يوصيهما بتلك الوصايا، وهي أيضا وصايا لشيعة أمير المؤمنين. انت بعد تخيل نفسك قاعد مع أمير المؤمنين. أوصيكما بتقوى الله وألا تبغي الدنيا، وإن بغتكما بعد يا علي وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. الله الله في الصلاة، فإنها عمود دينكم. الله الله في الزكاة، الله الله في الأيتام. علي يصيب الأيتام وهو أبو الأيتام. الله الله في الفقراء، بعد ذلك يلتفت إلى أبنائه ويوصيهم بقاتله. اسمع شقول علي، اسمع إلى رحمة أمير المؤمنين. أطعموه من طعامي واسقوه من شرابي. يا علي يا علي، ما أدري هذا الكلام يجرح قلبك لولا. ثم التفتت زينب إلى أمير المؤمنين وهو يمسح ذلك العرق من جبينه. قالت له: يا أبا ما هذا؟ قال لها: سمعت جدك رسول الله يقول أن المؤمن إذا قربت منه الوفاة عرق جبينه، وإذا بزينب ترمي بنفسها على علي. أبا يا علي يا علي، وإذا بأمير المؤمنين يلتفت إلى ولده الحسين. كما قلت لك في المقدمة، ترى مصيبة أمير المؤمنين هي مصيبة الحسين. أما أنت يا أبا عبد الله ستقتل مظلوما عطشانا. قام أمير المؤمنين يوصي الحسين ويخبره بتلك المصائب. أين المنادي وحسينا؟ أما أنت يا أبا عبد الله ستقتل عطشانا ظمآنا. أما أنت يا أبا عبد الله سيقتل رضيعك من الوريد إلى الوريد. أما أنت يا أبا عبد الله ستحرق قيامك. أما أنت يا أبا عبد الله سيصعد الشمر على صدرك. أين المنادي وحسينا؟ أما أنت يا أبا عبد الله ستدوس الخيل على صدرك. وإذا بالحسين يبكي: أفي ذلك سلامة لديني يا أبا؟ قال: بلى. قال: لبيك. لكن تدري في مثل هذه الليلة أيضا ماذا فعل أمير المؤمنين؟ أخذ بيد زينب ووضع ذلك اليد في يد العباس. يا أبو فاضل، يقول للإمام: أوصيك يا ابن بيرق المظلوم شيله والضعن يا عباس صير انت كفيله، واخدم الحارة يا الولد خدمة جليلة. وهذه الوديعة، والوديعة تريد حمام. بعد ذلك قالت زينب: أبا إذا أنا ملي. قالها: من إخوانك وتختاري لا باس، كلها صناديد وشفاية ترفع الراس. هذا الحسن وحسين ومحمد وعباس وجعفر، كلهم ما يهابون المنية. اسمع شتقول زينب، قالت: أريد من إخوتي اللي يخدموني، وأما الحسن وحسين تخدمهم عيوني.
أخواني كل أبطال شأن تخيروني كافل اختار البطل عباس الشفيع. التفت إلى الحسن وأما أنت يا حسن ستقتل مسموما. بعد التفت إلى أبي الفاضل وأما أنت يا أبو فاضل ستقطع يمينك وشمالك وسيفضح رأسك بالعمود. أين المنادي وعليا؟ هذا والإمام يغشى عليه تارة ويفيق أخرى. فإذا بزينب رمت بنفسها على رجل علي وضيعته. من للصغير حتى يكبر؟ عظم الله أجوركم أحسن الله لكم العزاء. ولما اشتاق الحبيب إلى حبيبه عرق جبينه سكن أنينه غمض عينيه أطبق فاه. عظم الله لك الآج يا صاحب الزمان، عظم الله لك الآج يا مكسرة الأضلاع. أين المنادي وعليا؟ وفاضت روحه المقدسة. أين المنادي وإماما؟ أين المنادي وعليا؟ وإذا بزينب رمت بنفسها على صدر علي. بني علي أنا ابنتك زينب فكلمني. أين المنادي وعليا؟ أين المنادي وإماما؟ جاء الحسن والحسين إلى أبيهما أمير المؤمنين يريدون أن ينفذوا تلك الوصية. أخذوا عليا إلى المغتسل، غسلوا أمير المؤمنين ذلك الغور، كفنوا أمير المؤمنين، أرادوا أن يشيعوا عليا. خلينا احنا بعد نشيع أمير المؤمنين مع زينب. تقول ريضوب حيدر يالذي شلتونا، بنودع وتودع المحزون. ريضوب حيدر يالذي شلتونا، بنودع وتودع ريضوب حيدر يالذي شلتونا، بنودع وتودع المحزون. ما اسمع ريضوب حيدر يالذي بنودع وتودع المحزون.